تتوالى الليالي وتتوالى أيضا حلقات برنامج حكاوي رمضانية. وصلنا اليوم لليلة الخامسة من 30 ليلة وليلة لنلتقيكم فيها عبر تلفزيون الآن. تحية حب لكم مشاهدينا وين ما كنتوا. نحن معكم على الهواء مباشرة من خيمة حكاوي الشرقية من نادي الإمارات للغولف بدبي على مدى ساعة كاملة من الزمن. بتمنى أنكم تستمتعوا معنا وبرفقتنا بحكاوينا الرمضانية. تحية حب لكم، واسمحوا لي أني أرحب بضيفي الفنان النجم أمجد رحال. أهلا وسهلا فيك. يا هلا، سعداء أكيد بتواجدك وأنت بخير. شكرا كثير أمجد. هاي السنة ما بعرف ليش خوفونا كثير من رمضان، قالوا لنا رح يمر رمضان كثير صعب ويومه طويل ورح يكون حر كثير، ما حسينا يمكن بهالشيء. انت شو رايك؟ والله بتطلع الدار بتحسي شويه في شويه حر، بس يعني عماري الحمد لله رب العالمين. ربنا بعينك. طبعا اكيد اكيد. كل عام بخير. هلا شكرا كثير لك. كلنا بنحب رمضان وبننتظره وبنحضر له وبنعمل كثير اشياء له. حدثنا عن شو علاقتك برمضان بشكل عام، واذا بنرجع من ايام الطفوله لهلا شو علاقتك؟ رمضان علاقه خاصه روحيه بينك وبين الله عز وجل، يعني بتحسي انه في علاقه تواصل روحي مع الله عز وجل من خلال عبادته، من خلال جوه هو كرمضان. هلا اكيد بفرق هون بين هون وبين يعني بلدي كعادات وتقاليد، وانه شلون كنا نتجمع وشلون لمه الاهل، بس الحمد لله رب العالمين. يعني هون يعني وجود الناس الحبايب القراب منا، انت اختنا غالي علينا كثير، فما بنحس بالغربه. ورمضان كثير حلو يعني باجواءه بالسفره بكل شيء فيه رمضان. البعض بيحب رمضان لسفرته والمائدة اللي بتكون مميزة عادة، والبعض بيحبه للتجمعات. انت شو رأيك؟ شو أكتر شيء بتحبه برمضان؟ أكتر ميزة بتحسها برمضان بتخصك؟ أكيد الجمعة هو أهم شيء، الأكل، لأنه كل أيامنا عم ناكل، يعني ما في فرق، بس هي الجمعة، المحبة، الجو الروحي اللي بيسود البيت أو العائلة، فهذا أهم أنا برأيي، أهم من الأكل والشرب. طيب بحكم انه نحن الان في كثير ناس قد تكون مغتربه بعيده عن اهلها، يمكن هاي التجمعات الحلوه اللي بنحبها برمضان عاده يمكن افتقدناها شوي بسبب بعد الاهل، بسبب غربه كثير ناس. كيف بامكاننا نعوض هذا الشيء برايك؟ يعني التواصل معهم هو اهم شيء، يعني لو كانوا بعيد هاليوم بوجود التكنولوجيا والحضاره هي ممكن انك تتواصل معهم، اكيد ما راح يكون تواصل هو مادي يعني تكوني انتم مع بعض، بس يعني نوعا ما انه بتحسي شوي بألفة يعني لو كانوا بعاد، يعني بس هيك الظروف يعني وهيك اللي الجو. جميل جدا انه فعلا هاي التكنولوجيا نستخدمها بالشكل الجيد. نعم. انه اوقات مثلا بنكون حاطين يمكن مائده الافطار بنكون متواصلين مع اهلنا برا بدول. نعم. اوروبا بدول. نعم. قد يكونوا عربيه بنتواصل. نعم. معهم ونفرجيهم كيف عم نحضر موجودين نحن، يلا شوفونا يلا. ايه هلا أدن عنا يعني عن جد هذا الشيء عم يعمل كثير سوشيال ميديا اوقات هيك. طبعا. عم تعمل عن جد تواصل كثير حلو. نعم. لدرجه انه بتحس انه انت عم تاكل بتقول لهم كثير طيبه مثلا الاكله، حاسين انه حسوا بالتذوق اللي عم تتذوق. نعم. وحسوا بالحاله اللي انت عم تعيشها. يعني طولي بالك لسه يعني العلم لقدام. انا بتذكر من كم سنه لسه ما كان طالع الموبايلات بشكل صح، قالوا لك انه اليابان تخترع ميزه جديده بالموبايلات تذوق والشم والرائحه، هيك انه وصلوا عبر حساسات ومجسات يعني انه ممكن تذوقي الطعم انت، يعني تصوري لوين العلم. حلو. لوين تتوقع انه اقصى يوصل؟ يعني فعلا يقرب فعلا البعيد نادر كثير كثير. اي في يعني تطور العلم، يعني اللي رح يشهدوا العلم لسه كل ماله التطور، لسه في كثير شغلات يعني ما بتخطر ببالك. حتخدمنا وناخذها من جانب ايجابي نستخدمها. هلا هن عم يدرسوا لسه عم يدرسوا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان تقوم مقامك او قبل ان يرتد اليك طرفك. بالمعنى الصح هن بدهم يوصلوا لهي انه شو بالايه القرانيه شو اللي خلاه يوصل لهالسرعه، فهن عم يدرسوا هذا الشيء شوي شوي، ممكن نلاقيها نشوفها بالايام الجايه، بجوز نحن مو نحن اولادنا جيل جديد يشوفها التقنيه والحداثه بالسرعه بالوصول بالضوء باي شيء. جميل. اذا هلا على وجه السرعه حابين نسمع منك اغنيه الاولى مع العود برفقه العود، والعود نحكي قصه العود والتوقيع اللي موجود عليه. تفضل. التوقيع من الأستاذ محمد عبده فنان العرب طبعا. أنا التقيته باستديو أغاني
بالصدفه. لا بالاساس الاستاذ انور حريري كتر خيره وخبرني انه موجود استاذ محمد عبده، فرحت التقيته ووقع لي نلت على التوقيع على العود. هذا ذكرى من الاستاذ كبير طبعا، انا كثير بحبه الاستاذ محمد عبده. كلنا اكيد بوجه له تحيه. وبالمناسبه هيك انا بدي اغني له شيء: على مثل هذا العود تلعب الايام. التوقيع محمد عبده، توقيع محمد عبده وتاريخ 25/2/2015. قريب قريب يعني من سنتين. جميل. قد ايه صار يعني لك هذا العود؟ كثير. بينوي توقيع فنان كبير محمد عبده. كثير والله، هو من اول بحبه انا بصراحه، بس حسيته يعني صار له قيمه اكثر عندي بالتوقيع. جميل. ان شاء الله باخذ توقيع النجوم والاساتذه الكبار هون كلهم. حلو، اذا خلينا نبدا بشيء للفنان استاذ محمد عبده. محمد عبده. طيب يلا. سمعك معاد بدري، أي أغنية معاد بدري أستاذ محمد عبده؟ كثير بحب هالأغنية. شكرا لك. واسمحوا لي متابعينا ومشاهدينا عبر التلفزيون الان اني اتشكر طبعا اللي عم يسالوني عن الملابس الحلوه هاي اللي عم برتديها، اكيد هي من تصميم المبدعه منى المنصوري، طبعا عندها دار المنصوري ودار مراكش. بنتشكرك كثير يا منى على الملابس الجميله طبعا ولاناملك السحريه بالتصميم. شكرا كثير لك. ورح نرجع دائما هيك، حلو الواحد لما بيكون في ناس حلوه بحياته. طبعا الشكر التعب اللي عم يتعبه طبعا، الشكر كثير مهم انه نشكر الاخر على
على أشياء حلوة يعني فعلا بيقدمها. صح جميل. نرجع لحكاوي رمضان. نعم. ورمضان كيفك أنت مع المطبخ؟ أنا تمام. تطبخ؟ أنا بطبخ بس مرتي ما بتخليني. ما بتخليني؟ ليه؟ بتقلي خليه اختصاصك. بتوسخ كتير صحون وبدأ بجوز هيك ما بعرف. بس لا أنا طبخي طيب بصراحة. لازم تسألت إلا شو الأسباب اللي ما تخليني وتتفاداها. يمكن لأنه بنكتها المطبخ. يمكن لأنه بنكتها المطبخ مو أكثر من هيك. بس طبخي طيب صراحة. مثل شو الأكلات اللي بتتقنها؟ أنا كل شيء بطبخ. ملوخية بطبخ. ملوخية؟ إيه ملوخية بطبخ. على الطريقة السورية؟ إيه على الطريقة السورية طبعا. بساوي كبة لبنية. لا كتير هيك. والله بساوي كبة لبنية. الكبة نفسها؟ الكبة نفسها لا الكبة بجيبها جاهزة. جاهزة يعني إنه إيه بالعقل. بس بطلع بإيدي مو إنه ما بطلع بإيدي. والله؟ إيه بساوي معكرونة كتير طيبة ظريفة بتطلع معي أنواع مو نوع واحد. بساوي المقلوبة السورية بتعرفيها. طبعاً. كتير أكلات يعني. برافو. أهم شيء البيض المقلي. شاطر فيها. طيب شو الأكلات اللي بتصلون عادة كنت من الوالدة أو من زوجتك إنك أكلة معينة إنه أنت عمليها والله أنا ما في أكلة معينة يعني كل الأكل الحمد لله بحبه ما في عندي مشكلة بس من أمي بالذات كنت بطلب شش برك بالطريقة التركية ماما لا شو الفروقات عن طريقة تركية بالسورية لا هون فرق الشش بركية هي العجين جواتها اللحم محشي بس ماما بتساوي بطريقة مع حمص ودبس بندورة بيكون ورز جواته يعني ناعي فأكلة كتير طيبة هي لو دوقيها في فروقات؟ في فروقات طبعا هي؟ قلت لك انه حمص مسلوقة مع الحمص الحب ومع دبس بندورة مع ورز اللبن؟ لا بدون لبن دبس بندورة هي لحالها مع الرب البندورة يعني هي نفسها العجينة شبر هي عجينة نفسها بطريقة تركية هي حمرة. أتراك هيك بيسوى حمرة وانت بتحبها على طريقة تركية اي بحبها كتير طيبة اي وفوقها بيجي خبز مقمر وهيك يعني القصص يعني حلو كتير إذن بعد ما سمعنا هالأكلة الجديدة لازم نعرف طريقتها فعلا ونجربها حلو بحب طيبة نجرب. طيبة كتير نصيحة نصيحة إيه ونصيحة متابعينا خليكن معنا الآن عبر تلفزيون الآن لحظات قليلة ونعود إليكم من جديد بعد الفاصل ابقوا معنا يوميا من الساعة 12 بتوقيت الإمارات حتى الساعة 1 من الساعة 11 للساعة 12 بتوقيت السعودية وبتوقيت سوريا أيضا تحية حب لكم نتمنى تكونوا كتار وتتابعونا دائما بخيمتنا المميزة بخيمة تلفزيون الآن حكاوي رمضانية بما أنه نحن قبل الفاصل أمجد كنا عم نحكي عن المطبخ يعني أنا بلاحظ عادة أنه المرأة عادة والبنات برمضان هن لهم الدور الأكبر برمضان كيف بيمكننا نوازن الميزان هلا بدي اقول لهم الله يعطيكم العافية بيناتنا تعملوا معادلة بيننا وبينكم برمضان يعني كثير منيح اول شيء الله يعطيهم العافية كلهم اكيد بتعبوا بس انا المواد النساء طبعا اكيد قر يعني نعترف طبعا نقر ونعترف اكيد الله يعطيهم العافية بس نحن انا بقدر ساي موازنة انه نطبخ ونحن ناكل ما في مشكلة والله مشاركة وجدانية الحقيقة هلا هيك بتكون انت عدلت يمكن ايه عملت موازنة حقيقية موازنة يعني 100% انه هنن يتعبوا وانتم تاكلوا بالضبط وزنها شوي كمان طيب بالمشاركة اكثر ممكن اشر له البصل ممكن اشر له ثوم زيادة يعني تمام ممكن تعمل ممكن. هيك والله ما في منك اذا فينا نقول انه واحد بثلاثة مين طبعا مثل هاي الطريقة الترويجية للإعلان اثنين بواحد ثلاثة يعني. بواحد بدون دعايات على الطريقة الترويجية انت طبعا مطرب كاتب كلمات مؤلف موسيقي ايضا نعم احكي لنا عن هذا هلا تجربتي بكتابة كلمات قليلة الشيء اللي بحس فيه انا ممكن يعني اكتبه بس مو دائما بكتب كلام انا اكثر ما هنالك اني بلحن وموزع موسيقي تأليف موسيقي وتوزيع حلو مطرب تجرب... وملحن وموزع طبعا. موسيقي هلا... وحتى اوقات بتكتب كلمات احيانا مو دائما بكتب كلام بيطلع بايدي يعني مو انه ما بيطلع بس بخلي دائما انه الشاعر له مكانه هو يعني لازم انا كموسيقي مطرب اللي اوكي التوزيع والتلحين انه مجال واحد امتى بدا معك كل وحده على حده امتى بدات مع الفنان امجد رحال انا كغناء بلش معي كنت بالكيجي
كنت غني لهم للانسات يعني سبحان الله فتره هيك يعني الله حاطه فيني من انا صغير بحب الغناء. اول اغنيه كنت غنيها كنت صغير بالحضانه كنت غني اول مره تحبي يا قلبي لعبد الحليم حافظ. اول مره تحبي يا قلبي نسمع شيء منها طبعا هي لحد الان مرافقتي بالكي جي 1 كنت غنيها. طب نسمع. طيب اكيد ما كان الصوت بهال طبعا بس مسخول بهي الطريقه. طبعا اكيد ما فيك تجيب هذاك الصوت طبعا طبعا بس اذن نظيفه اهم شيء يعني انه انك تعرفي تغني اللحن هو اكيد. اول مره تحب يا قلبي اول يوم اتهنى يا معنى الحب قالولي من اتهنى الجنة. اول مره تحب يا قلبي اول يوم اتهنى يا معنى الحب قالولي من اتهنى الجنة. التلحين امتى بدات فيه؟ التلحين كمان مرحله مبكره. كتبت تقريبا كنت ب 17 سنه 17 سنه. وبالنسبه لتوزيع الموسيقي امتى توزيع بدأت فيه؟ الموسيقي بعدين تقريبا بال 22 بعد ما خلصت الجيش فتت بهذا خلال تسجيلات الاستديو كنت عم سجل انا البوم وصرت اقعد مع رفقاتي الموزعين وكذا وتعلمت منهم شوي شوي اخذ وكملت الدرب انا لحالي. جميل. طب على اي الات بتعزف عاده غير العود اللي شايفينك؟ بعزف العود طبعا هي آلتي الاساسيه وبعزف بيانو ماني مخضرم بالبيانو بس انه جود يعني انه الشيء اللي جواتي بوصله وبعزف آلة الترومبيت. جميل يعني منيح في آلات جيده بتعزف. هلا هي اهم شيء يعني كغناء انا العود والتلحين على العود والتوزيع هو البيانو. جميل. أمجد رحال أنت غنيت القصيدة الفصحى والطرب بالإضافة للأغاني العصرية وكمان اللي بنعرف كمان غنيت خليجي. سمعنا من كل شيء شيء ونبدأ بقصيدة أنت غنيتها. هلا القصيدة بدي أحكي عن قصيدة أنا كثير هلا آخر عمل كان إلي مع القس جوزيف موسى إليا حكى عن المغتربين واللي تهجروا من بلدهم. كتب لي قصيدة أنا الغريب هنا حزني وحطمني والشوق كالسيف في صدري يعذبني أرمى على طين خيبات مدمرة روحي حطام وأفعى السم في بدني. كلام جدا جميل استفزني هذا الكلام. حلو فعلا. هو سوالي ممكن تسمعه مغنى. أنت لحنته؟ أنا لحنته نعم. جميل أسمعك يا طبعا اسمحي لي بالمناسبة وجه له تحية حب وتقدير له لأنه إنسان جدا متعاون حسيته مثل أخي مثل أبي إنسان قريب كثير مني حتى أي جملة بيكتبها بتأثر فيني لأنه عم يحكي عن موضوع إنساني جميل. إنساني بحث لكل الناس يعني هذا موضوع أكيد ما بيمتعاني منه أيضا البشرية كلها إن كان بالماضي وإن كان بالحاضر. نحن كمان بالتلفزيون الآن فريق كامل أكيد نوجه له كل التحيات
على الكلمات الراقية اللي بتلامس الإنسانية فعلا. نعم. أنا الغريب هنا، حزني يحطمني والشوق كالسيف في صدري يعذبني. أنا الغريب هنا، حزني يحطمني والشوق كالسيف في صدري يعذبني. أرمى على طيني خيبات مدمرة، روحي حطام وأفعى السم في بدني. يبقى الصباح فلا يأتي من نافذتي، والليل في تربة الآهات يزرعني. يلفني ثوب ياس هدى خاصرتي، كأنني جسد قد لف في كفني. جرح واحد، جرح واحد فعلا. يا رب يا رب يفرج والسلام بإذن الله. نرفع أيدينا بشهر رمضان المبارك، إن شاء الله يستجاب ربنا مننا فعلا، يعم السلام والأمان وراحة البال لكل آمين. العرب، لكل وطن العربي، آمين بإذن الله. متابعينا لحظات قليلة ونعود إليكم، ابقوا معنا عبر التلفزيون الآن، نغادركم ثواني وراجعين. ولكل اللي انضم ليتابعنا عبر تلفزيون الآن، تلفزيون الأسرة أجمع، من جديد بنرحب بضيفنا الفنان أمجد رحال. طبعا قبل الفاصل استمعنا لأغنية الحقيقة موجعة جدا، أنا الغريب، وهي كانت من ألحانك. استمعنا للفصحى من خلال هالأغنية، ونحن طلبت نسمع أكثر من شيء منك. خلينا هلأ ننتقل لأغنية اللي الطربية، نسمع أغنية طربية الآن منك. إلي خاصة ولا عندك خاصة طربية؟ وبعدين رح نسمع العصرية، وبعدين رح نسمع الخليجي. أحسن معكم طربية. تفضل. أحسن معك لست وردة، لست وردة الله يرحمها يا رب. نهدية لكل المتابعين عبر التلفزيون الآن. Thank you.
وعملت ايه فينا السنين، وعملت ايه فينا السنين، ضربتنا غيرتنا أنا ولا غيرت بينا الحنين السنين، لا السماء ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان، الزمان. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود، قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد ايه اغاني الصبر بحبك، وانت عارف يكتشفني. أنا ومعاز المخرج بدنا حدا يكتشفنا، عم نغني مع المطربين دايما. أنتوا نجوم يعني، يمكن حدا يكتشفنا. شو رأيك معاز؟ مش حاخدك، مش حتعرف عليك إذا طلعت مطربة هلا. بنرجع طبعا، سمعتنا طبعا الفصحى وسمعنا الطربي، شو رأيك سمعنا شيء عصري؟ حنتعبك شوي بس نحن حابين نسمع أكثر. طيب يلا بس أشرب شوي. يلا.
اشرب شوي مي. نعم. جدد الصوت. نعم. وبعدين بدنا نسمع الخليجي، يا ريت توصل لي يعني مقطع من عصري، مقطع خليجي لنعرف اي الاقرب لك بعد ما سمعناك بعدة الوان. طبعا عصري اليوم الموضه. أيه. شو بدنا الناس شو عم نسمع؟ رح نسمع لا تنسيني تحبي الله. لا تنسيني تحبي الله، ما فيني لكن بيروح امجد والله عنهاك، ما بتخلى ما بتخلى عن الخليجي. هلا نسمع شيء خليجي، نسمع شيء خليجي هيك مقطع صغير لنكمل لانه في عنا حنان طالبته بعد اذنك. غنية حنان هاي هدية لحنان. العصري والخليجي، أي واحد أقرب لأمجد رحال؟ هلا كلياتهم امتداد موسيقي واحد. أنت بس أنا بلاقي حالي بالطربي. طربي أكثر. طبعا بالطربي والقصيدة والخليجي يعني حسب اللحن.
حلو. وكل أغاني بتناسب الصوت. حلو، ونحن بنلاقي حالنا دائما معكم مع كل محبي ومتابعي تلفزيون الآن. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. كل محبي تلفزيون الآن واللي متابع معنا هالسهرة، سهرتنا الرمضانية مع النجم أمجد رحال. أمجد، سمعنا ألوان مختلفة منك، ولكن ماذا عن الأناشيد الدينية والموشحات الدينية؟ عملت شيء ب هلا؟ إيه، في لي أعمال أنا بإذاعة دمشق، موجود لي ثلاث أربع أعمال كانوا كلمات أستاذ عبد الرحمن الحلبي والحان أستاذ صديق دمشقي. أحسن ما لك منه شيء. يلا نسمع بس. وأنا عامل عمل هو خاص نص لرمضان، بس هو بشبه أطفال لأني أنا كنت بسبيس تون. فأحسن ما لك العمل اللي أنا بساوي رمضان يوافينا حبا، كلمات الشاعر عبد المعطي الدالاتي. جميل. بس ما أخذت منه موافقة الدالاتي، بس ما أخذت دالاتي. إيه دالاتي، نعم. بس والله. هو شاعر كبير يعني بالتصوف وبالإنشاد الديني، لحنته هذا من الكتاب، بس أنا لسه ما تواصلت معه بصراحة. بس أحسن رمضان يوافينا حبا، يفتح فينا قلبا قلبا، يسكب فينا التقوى سبا، فحياة الروح بالتقوى كنا ننشر فيه الإحسان، كنا نتلو فيه القرآن، كنا ندعو للنفس هدانا لذلك ربنا بهدانا. رمضان رمضان يا رمضان، قد أنزل فيك بتسمع، ومين المطربين بتحس نفسك انه تابع لمدرسته، تابع لمنهاجه حتى اذا فينا نقول، وانت تحس صوتك انه امتداد له؟ هلا بالاساس انا بحب كاظم الساهر كثير، وقيصر الغناء العربي كثير بحبه استاذ، وانا مدرسته يعني من انا صغير، يعني ما وصلت انا للتلحين الا من وراء تشبعي بموسيقى كاظم الساهر. من المدرسه نفسها يعني هو انا بعد يعني امتداد كاظم هو من مدرسه عبد الوهاب، من مدرسة كارم محمود، من مدرسة محمد اندي. صابر الرباعي ايضا كثير بحبه، يعني بوجه له تحية، كثير بحبه صابر، الاستاذ صابر الرباعي. هدول المدرستين اللي بحبهم انا. فضل شاكر كمان بمدرسة الطربية الرومانسية، هذا الصوت يعني انا صوتي طبيعته من هاي المدرسة. جميل. اللي بعرفه انه المطرب عادة في اكلات معينة مثلا ما ممكن ياكلها قبل الحفلات لانه قد تؤثر على الصوت. برايك امجد، شو رايك انه بالصيام هل هو مفيد فعلا للاحوال الصوتية الانقطاع عن الطعام لفترات طويلة؟ بيفيد طبعا، اكيد الصيام بيفيد، لو ما فيه فائدة الله ما بيعطينا يعني مثلا. هلا الاهم شيء للصوت هو النوم. النوم هو اهم شيء للصوت، لحتى غذاء الصوت هو النوم وأكل اللحم المسلوق، هو أهم شيء للصوت. اللحم المسلوق؟ اللحم المسلوق منيحة للأحوال الصوتية؟ طبعاً أكيد 100%، لأنه ما في شيء بيضر الصوت إلا البلغم. البلغم هو عبارة عن تراكمات بالحنجرة بتصيبها، فبيشد وبيتخلص فيها، فهذا السبب. أهم شيء اللحم والنوم، يعني نعرف طعم التبنة اللحم المطربية. أيوة، المخرج عم بيقول لي سيري كلي لحم مسلوق مشان سيري مطربة. حبيتها منك، بس مع ذلك ما رح أخليك معاذ تكون معي بتصوير كليباتي. خلص أنا بمشي علي. ما يباش قلبي كسود يا ريا.
طيب أمجد، في بعض مثلا المشروبات معينة تحرص المطرب بيحرص دايما قبل ما يطلع؟ لك أنا عم بتابع الأسئلة لأستفيد، لحتى يكون مثلا مشروبات معينة فعلا بتساعد الصوت، بتفتح الأحبال الصوت. في بعض المشروبات قد تؤثر على الصوت سلبا، شو هي اللي هلا إجمالا المشروبات الساخنة هي يعني بتفيد الصوت كثير، المشروبات الباردة بتضر الصوت إذا كانت زيادة باردة، يعني إذا كانت نسبة يعني مقبولة من صوت لصوت بيفرق صدقيني. يعني في أصوات بتتأثر في أصوات ما بتتأثر. هلا في ناس ما بيقدروا يأكلوا مثلا الشطة الحد بتضر لهم صوتهم، أنا بالعكس بتفتح لي صوتي الشطة. هي يعني علميا هي فعلا هي طبعا هي بتخرش الحنجرة. بتخرش طبعا أكيد. أكل المخلل في فروقات بين شخص وآخر طبعا حسب النوع، يعني الحنجرة يجرب مع نفسه طبعا اكيد. وتدريب الصوتي كل يوم لازم ساعتين، هذا ضروري اكيد. هلا انا ما عم بتدرب بصراحه، يعني انا قليل لامسك العود صايره مو كثير. هلا انا كعلاميه مثلا لما يكون عندي تسجيل كثير، انا الزعتر، الزعتر مثلا مشروب الزعتر، الزعتر ظريف وعندك اللبن جدا مفيد. اللبن تسجيل كثير صوتي، اللبن كثير مفيد، اللبن للصوت، اللبن جدا مفيد، بيرخي الاحبال الصوتيه، بيخلي هو الصوت فيه ماده مخسره، يخلي بيرتاح الاحبال الصوت. حلو، هاي تريننج عملنا لكم للمذيعين للاعلاميين وللمخرجين. انا وقت بدي يكون عندي تسجيل بشرب لبن وبروح على الاستديو صديني، عشان يعني بحس براحه بال اول شيء، بيرخي بيساوي هدوء الاحبال الصوتيه، بيطلع صوت حتى الجسم كله يعني طبعا اكيد. بالاضافه للتنفس كثير طبعا اكيد، التنفس والصوت. الرياضه طبعا لازم، الرياضه اكيد، الرياضه من اساسيات للصوت، النفس. أنا في عندي مشكلة بالصوت هلأ، لما بتكون عادة بجو بحر أجواء رايقة هيك، شو الغنية اللي بتخطر على بالك أنك تغنيها ونسمع؟ على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا إحنا وحبايبنا، على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، رسيت مراكبنا. هاي بدون عود. بدون عود. طيب بدنا بس أغنية الآن، بدنا نهديها لكل متابعينا، لكل محبي، لكل اللي بيحبوا تلفزيون الآن، بس بشكل سريع 30 ثانية لو سمحت، لأن رح نختم فيها البرنامج. طيب هاي أهداء لكم كلياتكم محبي تلفزيون الآن. يا طيب القلب وين حرمت جلبي فينا، مشتاق لك يا حياتي عسير الدك حنينا، يا شوق عيني بعيدا برفقتكم اكيد، وبرفقة الفنان صاحب الحس الفني العالي امجد رحال. شكرا كثير لك ولحضورك معنا. شكرا قناة الان، شكرا جمهور المشاهدين، شكرا. اذا متابعينا ان شاء الله تتوالى ليالي رمضان، شهر رمضان الكريم، على تلفزيون الان يوميا من خلال برنامج حكاوي رمضانية. ضلوا معنا ورح نضل معكم اكيد من خلال تلفزيون الان. والان استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء مع حلقة جديدة ونجم جديد.